أنا أحب هذا المنزل وهذا المخزن، ولكن هناك قطة في المخزن تحرسه. ظواهر البرق والرعد. تعد العاصفة الرعدية الدليل الأكثر إثارة على القوة التي أودعها الله تعالى في أنظمة الطقس. يمكن للتيارات العنيفة داخل أنواع بعض الغيوم توليد طاقة تعادل الطاقة المنبعثة عن 10 قنابل ذرية. تحدث العواصف الرعدية في غيوم طويلة وكثيفة تسمى الغيوم الركامية. تحتوي هذه الغيوم على بلايين الجسيمات التي تحملها التيارات الداخلية باتجاه الأعلى والأسفل. تتشكل بلورات جليدية في قاعدة الغيمة وتحمل إلى أعلى. تهبط حبات البرد الأثقل التي تتشكل في الأعلى إلى الأسفل، وفي أثناء حركتهما باتجاهات متعاكسة تصطدم هذه الجسيمات مع بعضها بعضا وتصبح مشحونة كهربائيا. هذه الجسيمات المشحونة هي التي تسبب البرق والرعد.